بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر يعني الصحافه اللي هي الان حاضره بكثافه وكتواكب وكتسنى اشنو الجديد ديال الملف ديال قضيه الدكتور تازي. الجديد اليوم وهو موقف النيابه العامه، موقف النيابه العامه الذي اكد في جلسه علنيه على انه لا يخالف يعني الدفاع، كما اكد على ان الدفاع قد ابذل مجهودا كبيرا في مناقشه القضيه. والدفاع اليوم يبين للراي العام وللجميع بان جريمه الاتجار في البشر لا وجود لها في هذا الملف بتاتا، لا وجود للعناصر التكوينيه. هؤلاء الناس لم يقوموا بالتجار باي شخص، اللهم ان هناك اشخاص عولجوا واستفادوا، نؤكدها دائما، استفادوا من العلاج. الناس اللي قدموا مساعدات كانوا يرجون من ذلك وجه الله عز وجل. ليس هناك أي إنسان أهينت كرامته، ليس هناك أي إنسان تم استغلاله، ليس هناك أي مشتك في هذه النازلة، وليس هناك في هذه القضية أي متضرر. الناس الذين حضروا إلى الضابطة القضائية أتوا بناء على استدعاء من الضابطة القضائية، لم يأتوا إلى الضابطة القضائية كمشتكين. ختموا تصريحاتهم بكونهم يعني ما يعني المعلومات والإفادات اللي أفادوا الضابطة القضائية، ولم يعني يلتمسوا أو لم يطلبوا متابعة أي شخص ولا تقدم أي شكاية أي شخص. كذلك الناس اللي استمعوا إليهم كمرضى لم يتقدم أي أحد منهم بأي شكاية. ليكن الجميع على علم بأن هذا الملف اليوم اتخذ منحا آخر، اتخذ اتجاها آخر، اتخذ إن شاء الله اتجاه في إطار البراءة للجميع. نعم لا يخفى على الجميع لا يخفى على الجميع لقد بذلنا مجهودا كبيرا ومضنيا في هذه القضية، أعطيناها الاهتمام اللازم وأعطيناها كثيرا من الوقت والجهد. جميع الزملاء مشكورين من هذا المنبر، كافحنا من أجل الوصول إلى حقيقة، ساعدنا المحكمة، أتينا بالاجتهادات القضائية، أتينا بوثائق من هنا ومن هناك، كنا على علم وإيمان بأن جميع الناس الذين تبعوا في منف لم يرتكبوا التجارة في البشر، ليست لهم هذه النية، ليس لهم هذا القصد، اللهم إنهم كانوا يعني يحاولون مساعدة الناس. الناس اللي كنأكد دائما أن لجان المستشفى خرج من المستشفى بصحة عافية وبعافية، كان اللي فقد تشوهات في الوجه ديالو اصبح الحمد لله بنعمه من الله سبحانه مزيان. الناس اللي فقدوا اعضاء ديالهم رجعت لهم. لذلك نؤكد على ان هذه الجريمه لا وجود لها. موقف النيابه العامه هو موقف شريف، هو خصم شريف نؤكده جميعا. اكدت النيابه العامه انها اليوم تحاول ما امكن ان تقول بان هناك حقيقه وصلت اليها، وهو انه تم بذل مجهود كبير في هذا الملف، تم يعني من طرف الدفاع، ويعني هذا النقاش القانوني الذي ارتقى الى مستوى قالت عليه النيابه العامه بانه نبراس وسيكون مدرسه للوافدين جميعا، سواء من يعني المحامي المتمرنين او حتى من الملحقين القضائيين. قالت لو كنا نعرف ان هذا الملف يناقش بهذه الطريقه لا قمنا بتشجيره، وقلنا ان نعود اليه يعني ك يعني مرجع في اطار المحاكمات التي يعرفها هذا العصر ديالنا والمحاكمات التي تتواكبها الصحافه. نشكركم جميعا لانكم وقفتوا. جلسه اليوم هي ليست وكما قلتها في معرضي مرافعه، لن اقول مرافعه ولكن في معرضي حديث القلبي الوجداني الشجي الذي كان مع هذه الهيئه في هذا الملف. فقد صبرت علينا هذه الهيئه طيله 12 شهرا وازيد في ان ناقشنا هذا الملف بجميع تفاصيله واقعيا وقانونيا، وان ناقشنا جميع المعطيات القانونيه من داخل المتابعه التي احيل بها هذا الملف على هذه الهيئه في هذه القاعه، ناقشنا العناصر التكوينيه وقلنا واكدنا اننا لا نقول بالنيابة العامة بأنها خصم، وإن كنا نقول أنها خصم شريف، ولكن أقول بأنها من الشرف أن تمثل الحق العام وأن تدافع على الحق العام وتدافع على الشعب المغربي وتدافع عن التطبيق السليم للقانون. الفيصل الأخير في الأسبوع المقبل لهذه الهيئة للقول بقناعتها الوجدانية ما تم مناقشته قولا، نرجو من الله تعالى اولا واخيرا ومن هذه الهيئه ان يكون لفائده مؤازرينا ببراءتهم من جريمه الاتجار في البشر وتمتيعهم بحريتهم بعد 25 شهرا من الاعتقال الاحتياطي. نامل خيرا في هذا الملف، ونامل خيرا بان ما جاء على لسان النيابه العامه وما كان في تصور او توقع او الجو العام داخل هذه الجلسه في نهايه هذا الملف انه فعلا
لا وجود لجنايات التجاري في البشر، وننتظر الأسبوع المقبل الكلمة الأخيرة للمتهمين والحكم إن شاء الله.